استأذنك هنبدأ بدكتورة منال. أولا كلمينا الطقس اللي احنا موجودين فيه، يعني أنا لسه كنت بقرأ النشرة بتاعت هيئة الأرصاد الجدول اللي نازل اللي هي بتقول بارد شديد البرودة وصقيع. بالظبط. فما كناش بنشوف هذا الصقيع. لا احنا كنا بنشوفه في الاعوام الماضيه، بس هي زي ما احنا كنا بنتكلم قبل البدايه ان المده طولت معانا قوي. احنا دايما الصقيع ده خلينا نقول ان لما درجات الحراره تنخفض خلال ساعات الليل لاقل من 5 درجات، انخفاض درجات الحراره ده هو اللي بيؤدي لتكون الصقيع على المزروعات. احنا شهدنا في الاعوام الماضيه تحديدا عام 2013 او عام 2015 درجات حراره منخفضه جدا، لكن هي طول المده اللي احنا عايشينها في الطقس الشديد شديد البرودة والصقيع هي اللي احنا مش متعودين عليها دايما في جمهورية مصر العربية. احنا كنا بنشوف يوم اتنين موجة صقيع او موجة باردة بتخفض فيها درجات الحرارة بشكل ملحوظ، وبعد كده درجات الحرارة بتعود للمعدلات الطبيعية ليها. لكن موجة الصقيع هي بقالنا حوالي 15 يوم تقريبا لا مكملين يعني احنا ان شاء الله بنبدأ تحسن تدريجي كده في الاحوال الجوية مع بداية فبراير ان شاء الله تبدأ درجات الحرارة تدريجيا تعود للمعدلات اللي احنا بالظبط المعدلات اللي احنا متعودين عليها في فصل الشتاء طبعا وبداية شهر فبراير. درجة الحرارة عندي هنا على الابليكيشن دكتورة منار بتقول 11. تمام. يعني احنا دلوقتي 11 طبقا للمنطقة اللي احنا فيها، يعني هي رصدة هنا بولاق او يعني منطقة ماسبيرو.